معاك احمد من كربلاء. احمد شيعي ولا سني؟ انا شيعي. تفضل يا احمد. زاد فضلك اخويا، بس بلا زحمة استفسار صغير. تفضل. جدا ما في، جدا بسيطة. تفضل. هل زيارة الإمام الحسين المشي إلى كربلاء يعني يذهب يذهب ذنوبي سقطها؟ يعني أكو هيك روايات تقول في عند الكتب الشيعة؟ الشيعية. عند الشيعة تقصد؟ نعم لا. اه طبعا عندكم نعم كل خطوة بحجة وكل رفعة قدم بعمرة، وزيارة الحسين بتساوي ألف ألف حجة وألف ألف عمرة، وإن زيارته يوم عاشوراء أو يوم الحج أفضل من زيارة بيت الله الحرام، وهي واجبة. يعني دي عندكم الروايات بتقول ذلك. يعني تمام، يعني الروايات صحيحة عن الأئمة معصومين. لا انتوا ما عندكوش روايه صحيحه على شروطكم في علم الحديث، ولكن بالمزاج صحيحه عندكم. يعني هي مو أكو روايات عن الأئمة المعصومين؟ لو ما أكو يعني ما أعرف يعني السادة والشيوخ ده يحكون حكي، بس أنا أريد روايات يعني من يعني عايز تعرف تكون الحقيقه موثوقة من كلها، الإمام. كل كتبك، أكو هيجي اسمعني، كل كتبك، جل كتبك الاربعه الاوائل كلها اصلا احاديث نعم منسوبه زورا لاهل البيت. تمام. زين. كيف اعرف ان هي يعني راجع بقى تكون علم الحديث منسوبة الاستاذ الفاضل موثوقة عندك، راجع علم واصلية من الحديث، الأئمة؟ اعرض احاديثك على القرآن زي ما الامام قال لك، وشوفها هذه العقيدة توافق القرآن ام لا. زين، انا اذا يعني القرآن ما مفصل لتفصيل كامل انه مثلا المشي ما موجود بالقرآن، طيب كيف اعرف واللطم يعني؟ والتطبير حرام بالقرآن. التطبير حرام، انا بالنسبة لي التطبير حرام، واللطم لان والنواح هدية ولبس السواد للنفس كل ده حرام تعتبر. في القرآن، حرمه القرآن في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. بس مش موضوع حلقة النهاردة يعني. شق الجيوب اعرف استاذ اشرف، يعني شق الجيوب اعرف انه يعتبر هدية للمتوفي او المستشهد يعني، بس البكاء الحزن بالقلب، فالقلب اذا حزن دمعت العين. أستاذنا الفاضل، هو الحب اتباع ولا ابتداع؟ الحب اتباع اكيد. ممتاز. يعني احنا عشان مثلا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم نغالي في حبه ام نتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم السلام. في صلاته وفي زكاته وفي مشه وفي كلامه؟ نتبع اكيد، لازم من من اهل نتبع البيت لطم يعني وطبر نتبع أستاذنا الوضع الفاضل؟ يعني من من رسول اهل الامه. البيت، من من اهل البيت لطم وطبر حتى نتبع هذه ما السنة لهم؟ بالنسبه ترجع علي، انا راح اقرا، يعني راح إذا ترجع علي أنا راح أقرأ الروايات اللي منسوبة للأئمة. من اقرأ أقرأ اقرأ يا طيب. تمام. الروايات راح أعرف إنه واحد. بس بالنسبة لي أنا التطوير حرام، البكاء حلال، يعني ما قلتش باعتبار إنه البكاء حرام، الحزن انا بالقلب لم اقل فإذا ان البكاء حرام، حزن بس انت يعني تتباكى حزن ولا تبكي دمعت استاذنا العين. الفاضل؟ ما فهمت سؤال. الله يقول في القرآن الكريم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإن إليه راجع. قال النبي في موت ابنه إبراهيم إن العين لتحزن وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. شكرا ليك أستاذنا وشكرا للاتصال. نعم شكرا. السلام عليكم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم أستاذ أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل من معايا. وياك أحمد من كربلاء حبيبي. حياك الله استاذ احمد من كربلاء. شيعي ولا سني استاذ احمد؟ صراحة أني هلا أحكي لك من البداية، أنا اتصلت بي قبل تقريبا أقل من شهر. نعم. كان موضوعي حول التطبير والمشي إلى كربلاء. نعم. كنت تذكرني لما تتذكرني؟ والله ما متذكر يا طيب. وقلت لك إنه راح أبحث بالروايات مع أهل البيت. احمد اللي انا قلت لك من لطم من اهل البيت؟ ولا قلت غير؟ لك أني راح أبحث عن الروايات نعم نعم اللي ذكر أهل البيت حول الزيارة، ولم أجد أي شيء في هذه الكتب. الحمد لله، يعني أبشرك أنه أنا اهتديت ما شاء الله وتركت ما شاء المذهب الله. الشيعي.
الحمد لله والشكر. يعني بس صراحة يعني أهلي ما يدرون بي، وأنا يعني دا أتصل من وراهم، ما شاء الله. يعني والحمد لله والشكر، الحمد لله طب والشكر، بالله الله عليك اخونا هداني احمد، وتركت ال الحلقة اللي انت اتصلت فيها نعم نعم وسألتني، أستاذ أشرف. الحلقة اللي انت اتصلت فيها وسألتني عن اللطم والتطبير، أي نعم عارفها يعني؟ فاكرها في فين حتة عشان تبعتها لي؟ بس نعم ده ابعت لي الرابط بتاعها. الله يصلح حالك اخونا احمد، وما شاء الله ربي يثبتك على الحق، ودعواتك لنا ودعواتك للشيعة الاثني عشر يا اخوانك، إن شاء الله. ان آمين يهديهم يا الله رب، سبحانه وتعالى. الله اللهم يثبتك اهدي كل اخونا، المسلمين يا رب على اللهم طريق امين، الحق يا الله. اللهم امين، ومبارك عليك الهداية يا طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك أشكرك التوفيق. أستاذ أشرف والله، شكرا وأشكر لك. كل من شخص يساهم ويهدي الناس إلى طريق الحق، يعني والله العظيم اللهم امين. لا تمشون على العمايم، نعم العمايم مجرد بشر، حالي من حالك، يعني ليش تلتزم بكلامه ويحكي لك أشياء من قلبه، مجرد تخيلات من داخله، نعم ما شاء الله، ربي يعني يثبتك على ما الحق. فد يوم انطونا فد شيء يعني يدخل الطريق الحق، يشوف يعني يعرفك منه النبي، منه الخالق، ماكو يعني هذه الأشياء كلها، مجرد انه يعني سلام الله على أئمة وسلام الله على الإمام عليهم السلام، الحسين صحيح الشهيد، سلام الله كلهم عليهم. يعني والله يا بالجنة طيب، إن شاء والله الله، يا وإن شاء طيب، الله إحنا يعني نحشر مع الحسين وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله لك الثبات يا الحبيب، عليه الصلاة والسلام. ولو ما تنساش تبعت لي رابط آمين الحلقة يا اللي أنت رب، سألتني أشكرك فيها أستاذ أشرف، هذا السؤال يا طيب، جزاك الله كل خير. إن شاء الله، بارك الله بك أستاذ أشرف، وفيكم والله بارك يهدي الله. جميع المسلمين إلى الحق يا رب اللهم العالمين. امين يا رب، الله اللهم امين، يسلمك أستاذ، اللهم امين. ممنون، آمين شكرا يا ليك رب، يا اخونا شكرا احمد، أستاذ، شكرا مرحبا ليك، أستاذ وثبتك أشرف، على الحق. الحمد لله اخونا احمد شيعي من كربلاء، من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمه الهدايه، كان بيقول انه اتصل بيا سالني عن موضوع اللطم والتطبير، وانا قلت له اين الدليل في كتب الشيعه يعني عن هذا الامر. تمام، فهو بحث ولم يجد الدليل. طيب في الإخوة اللي اتصلوا ما عرفوش يوصلوا لي، أنا بحاول أتصل بيهم.